ما يجري في البنوك تكييفه صيغته المعلنة هي هذه الصيغة الثانية، أنه أنت تأتي إلى البنك فتشتري منه بضاعة بأقساط ثم تبيعها لطرف ثالث لشركة ثالثة بمبلغ كاش كما يقال ويدخل في حسابك، فصورته هي صورة هذه. نعم، هي صورة المرابح الآمنة للشراء. ما الذي يمتنع فيها؟ وقد اختلف فيها الفقهاء في الزمان المعاصر، ولكن جمهورهم على إباحتها، والمجمع الفقهي أباحها، والشيخ يوسف القرضاوي ألف فيها كتابا في إباحتها، وخالفه بعض الباحثين الآخرين. وهي إذا كانت عقدين منفصلين فلا وجه لمنعها. مثلا أنت تشتري، البنك يشتري لك هذه البضاعة، تقول له اشتري لي هذه السيارة، هي عند فلان وثمنها كذا وكذا، فالبنك يشتريها، فإذا ملكها باعها عليك بأقساط. أو هي عنده أصلا؟ لا، هو الأصل أن البنوك لا تملك التجارات، لا يسمح لها قانونا بأن تتجر في الأعيان، تتجر فقط في النقود. فالبنوك ليست مؤسسات تجارية في الأعيان، لا تشتري السيارات وتتملكها البيع أو البطاقات أو أي شيء ثاني. طيب، فلذلك إنما تشتري من تاجر، هي المقصود أن تحرك السوق وتحرك عجلة الاقتصاد، فلذلك تكون ممولا، طرفا ممولا. فإذا اشترى البنك البضاعة وتم البيع واستلمها وكيل البنك أو مندوبه، فباعها عليك إلى أجل مسمى بأقساط معينة تدفعها، فهذا جائز. طيب، إذن هل ترون الآن، لو أردنا أن نقول للناس شيئا بالنسبة لهذه الصيغة التي تقدمها المصارف الإسلامية، صيغة التورق، هل لهم أن يقدموا عليها أو يمتنعوا عنها؟ بالنسبة لهذه الصيغة التي ذكرناها، إذا كانت عقدين منفصلين حقيقيين فلهم أن يقدموا عليها ولا حرج فيها، ولهم أن يثقوا بالهيئة الشرعية إذا قالت، لهم أن يثقوا بالهيئة الشرعية، بالأخص إذا كان فيها علماء معروفون. نعم، ولا بعض الناس قد يغلب عليه الاحتياط أو الورع، وأنه ربما هذا ربما لا البنك لا يصدق فيه، لا يلام ذلك، ولا بد أن يبقى في هذه الأمة الورع وهو حسن عن بعض الأمور. ولكن التعلق بفتوى الهيئة الشرعية مثلا والأخذ بهذا عند الحاجة لا حرج فيه، إذا كان الإنسان يثق بهم بعلمهم. طيب، ورعهم.